بأمال نهائي قرن جديد يدخل النادي الأهلي والزمالك دول الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا بمنافسة قوية للأول أمام اتحاد المنستيري التونسي ومواجهة مجهولة للثاني أمام فاليمبو البوروندي. مدير فني جديد للأهلي وخبير للزمالك ولاعبون جدد ولاعبون بخبرات كبيرة، كل الأمور تضع الأهلي والزمالك في صدارة القارة الأفريقية، بس ده على الورق. لكن عمليا محتاج الأهلي يترجم الراحة وترتيب أوراقه إلى نتائج جيدة نحو النهائي الأفريقي الرابع على التوالي، والزمالك اللي قدم كل شيء جيد محليا الموسم الماضي محتاج يعود تاني واحد من أهم أبطال القارة والبحث عن اللقب الغائب من 20 سنة. ندعم الأهلي والزمالك بكل الحب والفخر، بس عليهم يثبتوا لنا ويثبتوا لكل الفرق الأخرى إنهم كبيري القارة وبمسافة بعيدة عن أقرب المنافسين، وده يحصل في الملعب مش مجرد شعارات. بكرة الأهلي والزمالك عندهم مواجهتين في دول 32 ذهاب دول 32 من دوري أبطال أفريقيا. الأهلي عنده مواجهة في منتهى الصعوبة أمام اتحاد المنستيري التونسي، والزمالك عنده مواجهة مجهولة بصراحة فاليمبو البوروندي. حتى لما حبينا ندور على لقطات للفريق، مشاهد للفريق، حتى الحاجات المصورة للفريق بكاميرات صعبة جدا وتصوير صعب جدا، فما تقدرش فنيا تقرا الفريق قوي بصراحة ولا تذاكره ولا تفهمه. الله يكون في عون الجهاز الفني لنادي الزمالك ولاعيبي نادي الزمالك، هم حرفيا بيواجهوا فريق يعني شبه مجهول شبه مجهول. لكن الاتحاد المنستيري تاني مجموعته في المجموعة النهائية في الدوري التونسي، انتوا عارفين الدوري التونسي كان من مجموعات الموسم الماضي، هو تاني المجموعة بعد الترجي التونسي قبل الأفريقي وقبل الصفاقسي وقبل النجم الساحلي وقبل فرق كبيرة جدا في تونس، وكان بينه وبين الصدارة والفوز بالدوري التونسي نقطتين فقط عن الترجي التونسي. فهو فريق كبير ومواجهة في منتهى الصعوبة، مش مواجهة دور 32 أبدا، بس خلاص ده قدر النادي الأهلي والقرعة واللي وداه لهذه المواجهة الكبيرة. لما بنقول الاتحاد المنستيري فريق صعب، فاحنا بنتكلم انه منافسة مش هينة للأهلي، مش سهلة للنادي الأهلي. ولكن لو في حد او في طرف يكون قلقان دلوقتي، فأكيد الاتحاد المنستيري هيواجه النادي الأهلي، نادي القرن في القارة، أعظم فريق في القارة، صاحب البطولات الأكبر في القارة، الفريق اللي وصل لنهاية دوري أبطال أفريقيا في آخر ثلاث نسخ، وبالتالي هم هيلاقوا أكتر. بس احنا هنا في مصر النادي الأهلي يعمل حسابه يقلق من فريق كبير. اتحاد المنستيري زي ما قلت لكم فريق عمل مباريات محترمه جدا الموسم الماضي في الدوري التونسي، اخر البطوله او اخر المجموعه كان بينه وبين الترجي نقطتين فقط، متخطي زي ما قلت لكم النجم والافريقي والصفاقسي وفرق كبيره جدا في تونس. فانت بتتكلم في فريق مش هيبقى سهل على النادي الاهلي، بس الاكيد انه الفريق نفسه هيبقى عنده ألف حساب وهو بيواجه النادي الأهلي كبير القارة الأفريقية. فالمواجهة مش سهلة، المواجهة هتبقى ممتعة إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله يوفق النادي الأهلي. والأهم بالنسبة لي إن تطلع مباراة محترمة بين شقيقين كبيرين في مصر وفي تونس، النادي الأهلي ونادي اتحاد المنستيري.